الحشد الشعبي المقدس. أذكر لكم على اختصار قصتين. اتصل بي تليفون أحد الإخوة من الشعب من الحشد الشعبي المقدس، أيام اللي كانوا يدخلون تكريت وأيام الذي كانوا يحررون الفلوجة، يسألني مسألة شرعية بالتليفون. يقول: دخلنا دار خرج أهلها وفيها ثلاجات، وفي الثلاجات مواد غذائية، ماء وكل نوع من هل يجوز لنا أن نأكل ونشرب ونحن بحاجة إلى الماء؟ إخواني، قدروا هؤلاء كم بلغ بهم التقوى والإيمان والورع، أنه هو مجاهد ولكنه بحاجة إلى الماء، بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى الشراب، لكنه يمتنع من أن يشرب إلا خوف الله سبحانه وتعالى. هؤلاء نفتخر بهم. المثال الثاني، قبل سنوات سمعت أحد علمائنا يقول: ذهبنا إلى الناصرية، مدينة الناصرية، لنعزي أحد الأسر الذين قدموا شهداءهم، فوجدنا رجلاً شيخاً كبيراً له 11 ابن، 11 ولد، قدم 5 منهم شهداء، 5 قدمهم شهداء، ثم قال للستة الآخرين: اذهبوا فلا ترجعوا إلا أن تكونوا شهداء المجروحين. نعم، هؤلاء في أي بقعة من العالم؟ أنا أسأل هذا الجند الذي عندنا، هذا الحشد المقدس الذي عندنا، أيها البريطانية العظمى، علماء الصين، علماء اليابان، هل عندكم جنود مؤمنين أهل الورع، أهل التقوى، أهل خشية الله سبحانه وتعالى؟ هل لكم مثل هؤلاء؟ لا والله، هذه من مفاخرنا. لماذا؟ لأن هؤلاء جنود الله، جنود الإمام المهدي صاحب العصر والزمان. هؤلاء متخرجون في مدرسة الحسين، مدرسة علي بن أبي طالب. هؤلاء الذين في القريب العاجل أن الله سبحانه وتعالى بقيادة مولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، سوف يملؤون الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن تملأ ظلماً وجوراً. واليوم أيها الإخوة، كل من يراني ويسمعني داخل كربلاء، خارج كربلاء، في أي نقطة من عالم، أرجو منكم أن نقوم على أقدامنا تحية لإمامنا الأكبر، لمولانا الأعظم. ارفعوا أصواتكم عالية: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.